مرحبا. امشي على غيم كنون وما تمشي على غيم شباط، هيك بيقول المثل. كشفت دراسة أمريكية حديثة أنه رح تشهد الولايات المتحدة المزيد من الأعاصير الكارثية بسبب تغير المناخ، وأكدوا العلماء أنه الأعاصير المدارية بتنشأ بسبب التباين بين الضغط الجوي المنخفض والمرتفع، وهالشي بيؤدي إلى هبوب رياح قوية جداً بتزيد سرعتها عن 100 كيلومتر بالساعة، وبتؤدي إلى كوارث طبيعية. وبالعودة لطقسنا الشتوي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع تساقط أمطار وثلوج على 1700 متر، حرارة منخفضة خاصة على الجبال، رطوبة عالية، بحر متوسط الموج، حرارة 118 درجة. اليوم طقسنا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة أحيانا مع ثلوج صباحية متفرقة على وراح تكون هالثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، ونسبة تساقط أمطار بعجلتون من أيلول حتى اليوم 752 ملم، السنة الماضية 713 ملم، والمعدل العام لآخر شباط 769 ملم. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 11، على المرتفعات 5، بالبقعة 3 والأرز درجتين تحت الصفر، وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 14، ببين مع هطول للأمطار بكافة المناطق اللبنانية، أرطبة 4، كفر دبيان درجتين، وبرمانة 14، بيروت 16، وبيت الدين 11، لبعة 16، ونبطية 12، صريفة 15. رطوبة بتتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 35 و50 كيلومتر بالساعة مع رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لليوم واليومين اللي جايين؟ 11 16 3 12 17 أقصاها، والأربعة 12 17. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، عمان 12، القدس 13، طرابلس 18، والجزائر 15، ومنوصل إلى روما 10، وباريس 0. هيدا كان كل شيء. باي.